يبغى نشوفو التمرين المأخوذ من امتحان دالجبر اس ان. الوغ نستمرين، سوا اف كتساوينا اكس وكاري زائد 2 على اكس اس 4 ناقص 1، اي جي كتساوينا اكس زائد 2 على اكس وكاري ناقص 1. السؤال الاول دي كومبوزي لا فراكسيون راسيونيل جي اون اليمون سامبل. دونك عندنا جي كتساوي اكس زائد 2 على اكس او كاري ناقص 1. لا دي كومبوزيسيون ديال جي هو في الحقيقه سؤال مساعد باش نديكومبوزيو اف. دونك فلا بغينا ندير لا دي كومبوزيسيون اون اليمون سامبل غتكون كتكتب على شكل ا على اكس موان زائد بي على اكس زائد 1 بعد تعميل هاد اكس او كاري موان على شكل اكس ناقص 1 عامل اكس زائد 1. دونك باش نوجدو هاد ا و بي الطريقه الاتيه، غنضربو جي في اكس موان نضربو كذلك هاد ا في اكس موان غنختزلو باكس موان في البسط المقام غتبقى عندنا ا، وهنا زائد بي في اكس موان على اكس زائد 1. دونك باش نعاد من هاد بي غنعوضو اكس بواحد، دونك لا عوضنا اكس بواحد نعطيو الاكس هاد لافالور كتساوي واحد، دونك هادا غتعطينا زيرو. غتبقى عندنا هنا ا، هنا اكس مو غنختزل ضربنا في اكس موان غنختزلو باكس موان في البسط المقام. دونك جي شنو غادي يبقى فيها؟ جي غتولي مكتوبة على شكل اكس زائد 2 على اكس زائد 1. قلنا نعوض اكس بواحد، دونك 2 زائد 1 3 على على 2 غتعطينا 3/2، ومنه فا ا كيساوي لنا 3/2. بنفس الطريقة الآن باش نوجدو بي غنضربو جي مضروبة في اكس زائد 1. دونك هنا غتكون عندنا ا في اكس زائد 1 على اكس موان بي، الا ضربنا في اكس زائد 1 غنختزلو باكس زائد 1 في البسط المقام غتبقى عندنا زائد بي. الآن باش نعاد منا هاد ا غنعوضو اكس بموان زان، دونك نعطو الاكس كيس القيمة موان زان. هنا جي غنختزلو باكس زائد 1 في البسط المقام غتبقى عندنا هنا اكس زائد 2 على اكس موان زان. هنا دونك ا غتعطينا زيرو و عاودنا ناقص 1 غتبقى عندنا بي. دونك بي غيولي كيساوي ناقص 2 ناقص 1 هي 1، هنا ناقص 1 على ناقص 1 هي موان 2، ومنه بي فكيساوي موان 1/2. وبالتالي فجي تكتب على شكل اللي هي اكس زائد 2 على اكس او كاري موان زان، تكتب على شكل ا قلنا 3/2. دونك 3/2 مضروبة في اكس ناقص 1 ناقص 1 ان دومي مضروبة في اكس زائد 1. ننتقل للسؤال الموالي. Vérifier que f de x كتساوي g de x كاري. دونك عندنا g de x كاري فهي كتساوي نعوض هنا x بx كاري، دونك غتعطينا x او كاري زائد 2 على هنا x نعوضه بx او كاري، دونك x او كاري أس 2 ناقص 1 كتساوي لنا x او كاري زائد 2 على x أس 4 ناقص 1 اللي هي اف. دونك جي ديال اكس او كاري كتساوي لنا اف. اون ديدوير دو 1 اي دو 2 لا ديكومبوزيسيون دو لا فراكسيون راسيونيل اف اون اليمون سامبل دون ار دو اكس اي دون سي دو اكس. لقينا اف كتساوي لنا جي دو اكس كاري، دونك حنا غنخدمو باف غنخدمو بهاد الصيغه الثانيه ديال جي هاد اللي فيها لا دي كومبوزيسيون اون اليمون سامبل. دونك لقينا 3 على دونك لقينا جي كتساوي 3/2 مضروبه في اكس ناقص 1
ناقص ان دومي مضروبه في اكس زائد واحد. دونك وبالتالي فاف فهي غتولي كتساوي 3 على 2 اكس، نعوضه باكس كاري لان لقينا اف كتساوي لنا جي ديال اكس كاري، نعوض اكس باكس كاري، ناقص واحد، ناقص واحد على 2 مضروبه في اكس كاري زائد واحد. دونك اف كتساوي لنا 3 على 2 مضروبه في اكس ناقص واحد مضروبه في اكس زائد واحد، ناقص واحد على 2 في اكس او كاري زائد واحد. هذه اكس او كاري زائد واحد ما يمكنناش نعملوها في ار دو اكس بل في سي، لذلك حنا غنديروا لا ديكومبوزيسيون لي مو سامبل في ار عاد ندوزو لسي. هذه نسميوها مثلا اش، ديروا لها ديكومبوزيسيون، وهذه نسميوها ام ندير لها ديكومبوزيسيون وحده. دونك بالنسبه لديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل ديال اش، اون بوز اش كتساوي لنا 3 على 2 مضروبه في اكس موانز مضروبه في اكس زائد واحد. دونك ف ستكتب على شكل ا على اكس موانز زائد بي على اكس زائد واحد، نفس الطريقه كما فعلنا سابقا. دونك اش نضربوها في اكس موان زان، دونك ا الا ضربناها في اكس موان زان غتبقى عندنا ا زائد اكس موان زان في بي على اكس زائد واحد. دونك باش نعاد من هاد بي نعوضو اكس اون دون ا اكس لا فالور ان، دونك عطينا الاكس كيساوي لا فالور ان بين قوسين، غتولي عندنا هنا بعدا نختزلو اش اكس موان زان في البسط المقام، غتولي عندنا هنا 3 على 2 مضروبه في اكس زائد واحد كتساوي لنا ا، هاد بي غتنعدم. دونك ومنه ف ا كتساوي لنا 3 على 2 نعوض اكس قلنا بواحد، واحد زائد واحد 2، دونك هي 2، اي ا كتساوي لنا 3 على 4، 3 على 4 وجدنا ا، بقي ان نجد بي. دونك نضربو اش الان نضربو في اكس زائد واحد، دونك ا غتولي كتساوي لنا ا مضروبه في اكس زائد واحد على اكس موان زان زائد بي. بي اذا ضربناه في اكس زائد واحد غنختزلو باكس زائد واحد بوسط المقام، ونعطو الاكس القيمه اكس نعطو القيمه موان زان باش نعاد منها ا. دونك هادي اش غنختزل باكس زائد واحد في البسط المقام، غتبقى عندنا هنا رجع التعبير ديال اش، غتبقى عندنا 3 سيغ 2 3 سيغ 2 مضروبة في اكس موان زان، غنكون اختزلنا باكس زائد واحد. دونك منه ف بي كتساوي لنا 3 على 2 ناقص واحد في ناقص ناقص واحد هي موان 2. دونك بي كيساوي لنا موان 3 سيغ 4، وبالتالي ف اش فهي تكتب على شكل تكون هي القيمة اللي لقينا ديال ا، ال ا لقينا كيساوي لنا 3 سيغ 4، 3 سيغ 4 مضروبة في اكس موان زان ناقص 3 سيغ 4 مضروبة في اكس زائد واحد. هذا بي، هذا التعميل ديال هذا لا ديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل ديال اش. الان نديرو لا ديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل ديال ام، دونك ومنه وجدنا اش، بالتالي فلا ديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل ديال اف فهي، لان هادي ما يمكنش ندير هادي كومبوزيسيون ان لي مو سامبل في ار دو اكس، فهي كتساوي لنا قلنا ا هنا 3 على 4 في اكس موان زان ناقص 3 على 4 في اكس زائد واحد ناقص 1 على 2 في اكس او كاري زائد واحد. الان هادي لا ديكومبوزيسيون اون لي مو سامبل ديال اف دون ار دو اكس. بالنسبه لبغينا نديرو لهادي ديكومبوزيسيون اون ليمون سامبل سي دو اكس، دونك اون بوز
هذه الحاجة ديالها. دونك اون بوز اون بوز ناخد لون اخر. دونك بالنسبة ل ام اون بوز ام كتساوي لنا موان ان دومي مضروبة في اكس كاري زائد واحد. دونك تساوي لنا موان ان دومي، هادي التعميد ديالها في سي دو اكس هي سي اكس موان زي مضروبة في اكس زائد اي. دونك ومنه فام دونك ام فهي يمكن نعملها على شكل ا على اكس ناقص اي زائد ابار على اكس زائد اي. الان نبحث عن ا، دونك باش نوجدو ا غنضربو اكس موان زي في ام كتساوي لنا ا هنا زائد ابار، هذا عفوا ابار ابار في اكس موان زي على اكس زائد اي. دونك ومنه فا ا هذه اللي عوضنا اي عودنا اي بموان زي اكس عفوا اكس بموان زي. دونك هادي غتعطينا عفوا ماشي بموان زي باي باش نختزلو. دونك اكس غتعطينا لا فالور اي، هادي غتعطينا ابار غتعطينا زيرو وغتبقى عندنا ا. هنا غنختزلو باكس موان زي في البسط المقام، هاد غتولي تبقى عندنا هنا واحد، هادي التعبير ديال ام ناقص واحد على اثنان في اكس زائد اي. دونك ومنه فا ا كتساوي لنا نعوضو دونك كتساوي ناقص واحد على اي زائد اثنان اي في اثنان اربعة اي. باش نتخلصو هاد اي اللي كاينة في المقام غنضربو في اي بسط المقام، غتولي عندنا هنا اي على اربعة. دونك ابار غنلقاوها كتساوي لنا موان اي على اربعة، او نفس الطريقة اللي بغى نعاود الحساب غيضرب ام في اكس زائد اي. دونك هنا غتولي عندنا ا في اكس زائد اي على اكس موان زي هنا زائد ابار. دونك هنا نعطيو ل غنختزلو باكس زائد اي في البلاصه ديال المقام، غتبقى عندنا ناقص واحد على اثنان في اكس موان زي. هنا غتبقى عندنا فقط ابار الى عطينا الاكس لا فالور موان اي. دونك موان ومنه فابار غتولي كتساوي لنا ناقص واحد على اثنان هنا اي موان اي موان اي موان دو زي اي موان اربعة اي. نختزلو بموان زائد بموان في البسط المقام غتبقى عندنا، دونك نضربو في اي في البسط المقام هنا غتعطينا موان اي على اربعة. دونك وجدنا هادي ام فهي كتساوي لنا اي على اربعة في اكس موان زي ناقص اي على اربعة في اكس زائد اي. وبالتالي كخلاصة هادي كومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديال اف دو اكس دون سي دو اكس. دونك باش نربحو شوية الوقت ما غنكتبهاش، نقولها فقط شفويا. دونك اف دو اكس لا ديكومبوزيسيون اون اليمون سامبل ديالها في سي دو اكس هي تلاتة على اربعة في اكس موان زان ناقص تلاتة على اربعة في اكس زائد واحد زائد اي على اربعة في اكس موان زي ناقص اي على اربعة في اكس زائد اي. وبذلك كنكونو جاوبنا على أسئلة هذا التمرين المأخوذ من امتحان ديال الجبر. شكرا لكم على المتابعة، وإننا نلتقي مع تمرين آخر. شكرا لكم.